إذا ما عندكم شيء لكان الأحد بعشرين الشهر توجهوا لزحلي لرعاية القديس جورجيوس بحوش الأمراء لتتباركوا من أيقونة آيا صوفيا، أي ساعة واصلة أبونا وقديش باقية عندكم؟ أيقونة القديس نيكولاوس اللي كانت موجودة بكاتدرائية آيا صوفيا رح توصل على كنيستنا بحوش الأمراء نهار الأحد 20 الشهر الساعة 9 الصبح، تزامنا مع القداس الإلهي اللي نحن بندعي الكل إنه اللي يشاركوا فيه هو بالأول، نعم، لأنه الأهم من إنه نكون عم نتبارك بس من الأيقونة إنه نكون عم نشارك بالقداس الإلهي، نكون عم نتناول جسد ودم ربنا يسوع المسيح، ومن بعدها البركة الكبيرة بتكون كمان بمعاينة هالأيقونة اللي عمرها مثل ما قلت فوق ال 1500 سنة، هي اللي كتبت بالقلب لسنة ال 536 ميلادي نعم. بطلب من الإمبراطور يوستينيانوس، لما طلب إنه 1000 أيقونة ينكتبوا بمناسبة تدشين كنيسة آيا صوفيا بالقسطنطينية، ورهبان دير خوراه هن اللي كتبوها بفترة الصوم الأربعين المقدس، فانكتبت 1000 أيقونة بوقتها، وبأول قداس بطريرك انعمل بآيا صوفيا تم مباركة هيدي الأيقونات وتوزيعها من الإمبراطور على الموجودين، وحفظت ببعض الأيقونات بآيا صوفيا، ومن بعد ما سقطت القسطنطينية للأسف توزعوا هيدي الأيقونات، اختفوا هيدي الأيقونات، تم تعرفوا الاضطهاد الكبير لهيدي الأيقونات، ومن بعدها هيك عجائب كثيرة صاحبت هيدي الأيقونة لما حاول الخليفة أنه يحرقها ما زبطت، ورجعوا جربوا انه يغرقوها كبوها بنهر البوسفور كمان فاشت على الوجهيه، وثلاثه غيرها قدرنا انه يضلوا موجودين معنا بركه كثير كبيره، وحده منهم رح تكون ببركه من كنيسه امريكا انه يكونوا عم يتوجهوا فيها لعنا، طبعا ببركه صاحب السياده المتروبوليت انطونيوس السوري الجزيل الاحترام راعي ابرشيد زحلي وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس. قديش حجمها إذا بدنا نحكي بالأرقام؟ الأيقونة منا كبيرة إذا هيك بس واحد بيحط براسه إنه في 1000 أيقونة بوقتها انعملوا، يعني هن الأيقونات صغار، وبتشوفوا قديش آثار الحريق وآثار المي وآثار كثير الأمور الطبيعية والعوامل اللي مع مر السنين مرت على هذه الأيقونة، إنما ظلت بركتها فيها، ضر العجائب اللي رافقتها كثير كبيرة لحتى هيك اليوم نحن نقدر نشوفها ونعينها ونلمسها بنهار العنصرة اللي فيه نحن نطلب ربنا أنه يحل روحه القدوس علينا وعلى كل الذين يلتمسون بركة من هذه الأيقونة. في العقل يعني الناس رح تقدر تتبارك منها أو بس مجرد يعني يشوفوها؟ لا طبعا نحن مثل ما ممنوع بنكسر اللمس، دونت تاتش، نكسر العادات لا بلبنان اكيد شيك. اكيد. هلا هي محفوظه بكادر من ازاز رح تكون موجوده، انما الكل فيهم يقربوا يتبركوا منها وياخذوا صور، ما في اي مشكله. هلا بوجود كورونا اللمس ورا بعضنا كمان مش كتير منيح، مشان هيك بركة واحد يكون كبيرة النية تكون موجودة والصلاة. ابونا سيرافين، بيناتنا ما حدا عم بيسمع الا كم مليون، وصلت الأيقونة أو بعدها؟ اليوم بتوصل، اليوم أوكي. التنين بيوصل ممثل كنيسة أمريكا من الولايات المتحدة، عند سيدنا السوري لعند بده يوصل على بيروت بالأول، ومن بعدها بينتقل على زحل نهار السبت، ونحن بنستقبل نهار الأحد. ليش زحلة وليش رعيتكم بالذات؟ نعمة كبيرة ما هيك؟ لا مش بس رعية فعلي، يعني رعية فعلي وناشطة ومع الأبونا مخول، شو بدك تخبرك ايه؟ الله يخليكم، بالعكس هيدا النشاطات اللي عم يجربوا بمجلس الرعية لجنة التربية الدينية انه يكونوا عم بيعملوها لحتى هيك نشدد المؤمنين، فبكل الكنائس بزحلة وبلبنان وبأنطاكيا وبكل العالم انتم بتعرفوا عم بيصير في هيك نوع من النهضة الروحية لحتى صحيح. العالم يعرفوا انه مهما مرقت علينا ربه. من أزمات لازم نعرف أنه الدواء الوحيد والشافي الوحيد هو ربنا يسوع المسيح، فمثل ما غيرنا عم يعمل نشاطات حتى نقدر نوعي على أهمية الإيمان، كان هيدا النشاط موجود وحاضر، وهيك صار اللقاء مع الممثل لكنيسة أمريكا اللي هو
كمان حدا بيقربني انه يكون عم بيجيب لنا هلا عرفنا ليش وكان وكان ولكن عنده محبه كثير كبيره لمرجلس وكنيسته بامريكا كمان كنيسه القديس جورجيوس فبيخصنا بكل فتره والتاني بهيك بركات كثير كبيره كمان يعني استاذ عبدو زارنا بكنيستنا وتبرك بدي اقوله القديس جورجيوس عندكم كثير ذخائر انتم بالكنيسه كمان وهالكنيسه الناشطه أنا فعليا انا حط عينه علي لا خليكم ما تخافي كسرنا له القاعده بوقتها وفتحنا وكانت حلقه كثير حلوه بنسلم على السماء وانت بتعرف هذا الشيء الله يخليكم نحن اكيد بنشكركم وبندعي لربنا ابونا يكون عم بيحل الروح القدس على الكل أمين. على الكل حتى هيك ربنا يرفع الازمات اللي عم نقطع ان شاء الله يا رب شكرا لك ابونا سرافيم مخول كاهن رعاية القديس جورجيوس زحلي حوش الامراء ربنا يبارككم ويزيدكم قداسه ويعطيكم القوه لتضلوا هيك تبشروا بنعمه شكرا. روح القدس شكرا لك حياتنا للكل ب20 الشهر اذا الله رب زحلي حوش الامراء كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس شكرا أكيد للمطران طانيوس السوري شكرا لك راعي أبرشيد زحلي والبقاع للروم الأرثوذكس طانيوس السوري